استقرار ليبيا تنطلق اليوم من طرابلس وسط حضور عربي ودولي. الكويت من طرابلس تشدد على مطلبي خروج المرتزقة وعقد الانتخابات في ديسمبر. بين مؤيد وآخر مرتاب تتأرجح استقرار ليبيا في انتظار وضوح الرؤية. أهلا بكم إلى الرابعة التي تتابعنا فيها أيضا. الأمم المتحدة تجدد دعمها للانتخابات عبر لقائها السايح في طرابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت ظهر اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا والتي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يونيو الماضي. المؤتمر الذي يشارك فيه 31 وفدا وزاريا وأربع منظمات دولية يعقد في طرابلس ويهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر استقرار ليبيا عد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة طرابلس تأكيدا لإرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص. إن لقاؤنا اليوم تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على أن يؤسسوا حلا سياسيا وطنيا خالصا يتفهم المصالح المشتركة ولا يغفل هواجس المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. منذ تسلمنا لمهامنا التزمت بكل وضوح بدعم المفوضية العليا للانتخابات بتنفيذ الانتخابات في موعدها تطبيقا للالتزامات المحلية والدولية والتأكيد بأن حكومتنا جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام والتصدي السياسي والاجتماعي. ونشكر كثيرا تلبيتكم لدعوة حكومة الوحدة الوطنية للمشاركة معنا اليوم للتعبير بكل شجاعة إن طرابلس استعادت عافيتها. من جانبها قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال المؤتمر إنه لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها، مؤكدة حاجة البلاد إلى استقرار سياسي يضمن مشاركة جميع أطراف الشعب في تقرير مصير بلادهم. نشهد اليوم بمؤتمرنا هذا استقرار يفرضه علينا نحن حكومة هذا البلد واجبنا السيادي المقدس تجاه شعبنا الليبي الأصيل، فلقد حملنا شعبنا هذه الأمانة ولن نخذلها فيه ما دمنا قائمين عليه، فلا مناص من استقرار مهما كلف الأمر ولن يكلف الأمر غير قرار اتخذناه متوكلين. إن الاستقرار لا يقوم إلا بأركانه القائمة به، فلا استقرار لبلد إلا بسيادة كاملة على كافة أراضيه. إننا بأحوج ما نكون لاستقرار سياسي وعدل سياسي يكفي لجميع فئات الشعب من النساء والرجال والشباب الحق الكامل في المشاركة السياسية على أساس الكفاءة والثقة والتمكين. وعلى ذلك فكما نحن معنيون بتعزيز التحول الديمقراطي في بلدنا، معنيون في الوقت ذاته وقبل ذلك باسترجاع سيادة الوطن على أرضه. بدوره قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح إن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، مشددا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر، مجددا في كلمته بالمؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس اليوم إلى موقف الكويت الثابت في دعم ليبيا بكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها. التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، والتأكيد على الدعم الكامل وسلامة أراضيها للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية
للوصول إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021. كذلك دعم مبادرة استقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومن بينها 2510 2570 2571 ومخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2. أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ميري دي كارلو اليوم خلال مشاركتها في مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا، أكدت استمرار الأمم المتحدة في دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر تمهيدا لتوحيد كل المؤسسات. وفي هذا الشأن فإننا نحث كافة الأطراف الليبية على بذل كافة الجهود لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق ووفق مخرجات وكذلك قرارات مجلس الأمن. فيما يخص الشأن السياسي فإن الحوار مطلوب للغاية لدعم الوحدة ولدعم العملية السياسية من كافة الأطراف السياسية، أن هنالك حاجة للمصالحة وهنالك حاجة للتنازلات كذلك، ونحن نحث مجلس الأمن على دعم هذه العملية السياسية، ونحن نحث كافة المؤسسات الليبية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية وعدم احترام نتائج الانتخابات. إننا ندعو إلى هذه الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية في ليبيا. وعلى هامش هذا المؤتمر استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيسة الوفد المشارك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري دي كارلو بحضور رئيس البعثة الأممية يانكوبيتش. المنفي من جهته أشاد بدور الأمم المتحدة في اعتماد خارطة الطريق وإنجاح الحوار السياسي الليبي ودعم جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار. أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة بالجهود الكويتية لإنجاح مؤتمر دعم الاستقرار، كما ثمن دور دولة الكويت المتميز تجاه الأزمة الليبية طيلة مراحلها. جاء ذلك خلال لقاء تم بديوان مجلس الوزراء بين دبيبة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر صباح والوفد المرافق له، وذلك قبيل مشاركته في مؤتمر دعم الاستقرار بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي. في ردود الفعل حول المؤتمر، طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي مؤتمر استقرار ليبيا بأن يجعل الانتخابات القادمة أولوية عن باقي البنود. وأكدت الفارسي في بيان لها أن الانتخابات هي الملف الأبرز، ولذا يجب الضغط على الجهات المعنية لاعتماد القاعدة الدستورية لها وتحديد سقف زمني لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، لافتة إلى أن المؤتمر إذا لم يخدم إجراء الانتخابات في موعدها فإنه مجرد مأتم وسنشبع فيه لطما بحسب وصفها. أما عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي فقد وصف مبادرة الاستقرار التي أطلقها رئيس الحكومة بالمؤامرة المدبرة لأنها لا تتضمن أهم عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب وصفه. الجروشي وبحسب صفحة رسمية لمجلس النواب أوضح أن لجنة الدفاع تعتبر أن الانتخابات القادمة هي الحد الفاصل بين الدولة ولا دولة وبين السلطة ولا سلطة، محذرا من تبعات تأخير أو تأجيل الانتخابات وتأثير ذلك السلبي على المسار الديمقراطي. جددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعمها الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا ونجاح انتقالها الديمقراطي وتعافيها الاقتصادي. هذا وأفادت البعثة في بيان لها بأن مؤتمر استقرار ليبيا سيكون فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات برلين والاستعدادات الجارية للانتخابات، معربة عن تطلعها للمشاركة في المؤتمر إلى جانب عديد الوزراء من الدول الأعضاء بالاتحاد. ونحو تعزيز المسار السياسي، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عدد من وزراء الخارجية على هامش مؤتمر الاستقرار، وذلك للتباحث حول سبل الدعم للملف الليبي وتجاوز الأزمة. تفاصيل أوفى عن لقاءات المنفي الأخيرة نتابعها في التقرير التالي.
لقد قررت ليبيا بشكل غير معلن التحول عن تلك السياسات الثورية السابقة باختيار دور مختلف بأدوات تناسب طبيعة النظام الدولي الجديد، ما سيحسن صورتها أمام العالم ويعيدها للساحة الدولية مرة أخرى. وهذا نوع من أنواع تحسين السياسة الخارجية الليبية الذي يحاول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إضفاءه على السطح من جديد، حيث شهدت لقاءاته الأخيرة بالعديد من الجهات الدولية الفاعلة تحركا واضحا لتحسين العلاقات الثنائية، فضلا عن إيجاد سبل لدعم الملف الليبي وإخراج البلاد من أزمتها. المنفي وفي لقائه الأخير بوزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو بحث سبل دعم الاتحاد الأفريقي للملف الليبي وتحقيق الاستقرار في البلاد، حيث إن جمهورية الكونغو تترأس لجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، ما يؤثر إيجابا على المشهد السياسي في ليبيا. لقاء آخر جمع المنفي بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الذي جدد فيه الضيف موقف دولة الكويت الداعمة لليبيا وكافة ما تتخذه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لحفظ سيادة ليبيا وصون أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار، ناهيك عن أهمية التعاون الثنائي في كافة الصعد. وفي الإطار ذاته أشاد المنفي خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بجهود الجمهورية التونسية في المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية من خلال مواقفها الرسمية الإيجابية في كل المحافل الدولية ومساندتها الدائمة للشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة. هذا النوع من اللقاءات الدولية بلا شك سيعود بأكبر النفع على هذه البلاد التي تأثرت سابقا بالصورة الثورية وبمرحلة عدم الاستقرار، والتي خطفت منها بريقها في مرحلة من المراحل بطريقة أو بأخرى، وها هي اليوم تحاول جاهدة إعادة مكانتها المتميزة بين مصاف الدول، لسيما وأنها تقترب من مرحلة مفصلية بقي عليها 64 يوما تلزم عليها تعزيز الجهود الدولية لإنجاحها. بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري دي كارلو الدعم الأممي للانتخابات 24 من ديسمبر، وأكد الطرفان أن الانتخابات هي الحل السلمي الذي سيفتح الآفاق المستقبلية للدولة وبما يخدم قوامها الأمنية واستقرارها وتنميتها المستدامة من خلال تنظيم انتخابات بصورة مهنية تحظى بقبول جميع الأطراف. إلى ذلك ناقش السايح خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ضرورة تطابق إجراءات الترشح مع القوانين واللوائح القانونية المعمول بها في هذا المجال. الاجتماع الذي جرى بمقر ديوان المجلس الأعلى للقضاء جاء بهدف مناقشة جملة من الموضوعات القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وفي إطار دعم دول الاتحاد الأفريقي للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر القادم، استقبل رئيس مجلس مفوضية الانتخابات وزير خارجية جمهورية الكونغو جون كلود جاكوسو. جاكوسو أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية أهمية نجاح الانتخابات المرتقبة والتي ستدعم سلم واستقرار القارة الأفريقية، كما أشاد بالمكانة المهنية التي تحظى بها المفوضية كإدارة انتخابية ذات مكانة مرموقة بين الإدارات الإقليمية. طالب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس تركيا باحترام القانون الدولي واحترام سيادة دول الجوار. اتهم أنستاسيادس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة مصر واليونان في أثينا، اتهم تركيا بارتكاب أعمال استفزازية في بحر إيجا وفي ليبيا وسوريا والعراق، مبينا أن سيادة الرئيس التركي غير مقبولة من جميع الأطراف. بحثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري دي كارلو خلال لقاء بمدينة بنغازي جمعها بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بحثت القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة فيها دورا داعما ومهما. دي كارلو وبحسب صفحة رسمية للبعثة الأممية أشادت خلال لقاء
مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة في بنغازي وطرابلس بالنجاحات التي حققتها اللجنة في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي، إضافة إلى تبادل المعتقلين. بحث المجلس الرئاسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحث خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة وضعت آلية تنفيذية لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في اجتماعها بجنيف. وفي موضوع آخر، شدد دبيبة خلال اجتماع مع رئيس صندوق الزواج وعدد من المسؤولين، شدد على ضرورة توضيح التشويش بشأن حالات التزوير بالمنظومة. نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بدوره نفى وجود حالات تزوير، معربا عن استعداده لتقديم البيانات. وفي هذا الصدد أعطى دبيبة تعليماته للصندوق بوضع عدد من الضوابط في الإجراءات القادمة مع ضرورة نشر البيانات السابقة، وذلك من مبدأ الشفافية. أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إغلاق مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أبوابها أمام 200 شخص من طالبي اللجوء. وقالت اللجنة إن اللاجئين يفترشون الأرض أمام مقر المفوضية بطرابلس دون مأوى أو مأكل وفي وضع مأساوي، معربة عن أسفها من تجاهل الظروف المروعة التي يعاني منها المهاجرون، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو مرضى أو مصابين أو عجزة. وطالبت اللجنة المنظمات الدولية باحترام حقوق وكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه معاناتهم. بحث مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا بوزارة الخارجية أحمد النعاس مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ يو سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وناقش الطرفان خلال اجتماع عقد في طرابلس بحضور المكلف بمتابعة ملف العلاقات الليبية الكورية بإدارة آسيا واستراليا إعادة إحياء اللجنة المشتركة وإعادة فتح السفارة الكورية لمباشرة أعمالها من طرابلس، بالإضافة إلى تفعيل القسم القنصلي بها لتقديم التأشيرات والخدمات اللازمة للمواطنين اعتبارا من نهاية الشهر الجاري. أكدت عضو المجلس البلدي بني وليد مبروك ضو أن الوضع الأمني داخل المدينة خارج السيطرة رغم وجود 6 مراكز شرطة بالإضافة إلى مديرية الأمن. وأوضح ضو في تصريحات صحفية أن عناصر الشرطة في بني وليد تتعرض للاعتداءات من المجموعات المسلحة وعصابات التهريب إلا في حال دخول اللواء 444، حيث تصبح القبضة الأمنية داخل المدينة جيدة. وفيما يتعلق بالوضع الصحي، قال الضوء إن المراكز الصحية تعمل على مدار 24 ساعة، إلا أنها تفتقر لبعض المستلزمات الطبية مثل الكحول والشاش. بحث وزير الداخلية خالد مازن مع عدد من أعيان مدينة كيكيلا الصعوبات التي تواجه المدينة أمنيا وخدميا ووضع الحلول لها لإنجاح العمل. هذا واستعرض الأعيان خلال اللقاء عددا من الموضوعات الأمنية التي تواجه المدينة وسبل تدليلها، بما يسهم في إنجاح سير العملية الأمنية والخدمية داخل المنطقة وتقديم الخدمات لسكان المدينة. بحث مدير الدعم المركزي العميد محمد فتح الله مع رئيس فرع الدعم بنالوت النقيب صادق سيفاو بحث الجهود الأمنية المبذولة من وحدات الفرع ودورياته المكلفة بدعم وإسناد مديرية أمن نالوت والجهات الأمنية الأخرى بالمدينة. كما استعرض الاجتماع ملخص نشاط الفرع خلال الآونة الأخيرة والمناشط التي قام بها أعضاء الفرع في ضبط التجاوزات والخروقات الأمنية متعلقة بمكافحة الجريمة والتهريب وظاهرة الهجرة. أطلقت الإدارة العامة للبحث الجنائي الخطة الأمنية ألف والتي تطبق داخل مدينة بنغازي بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية كمرحلة أولى من الخطة الأمنية العامة بهدف القبض على المطلوبين وتنفيذ أوامر الضبط. المزيد عن تفاصيل هذه الخطة الأمنية في التقرير التالي. عقب إصدار وزير الداخلية تعليماته لجميع الإدارات والمديريات بالتعاون مع فروع الإدارة في كافة المدن لإنفاذ الخطط الأمنية
وبعد التنسيق مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية الذي أصدر تعليماته لجميع الأجهزة للمساهمة في العمل الأمني، بدأ العمل على قدم وساق بالخصوص. وبالفعل أطلقت الإدارة العامة للبحث الجنائي الخطط الأمنية 1000 والتي تطبق داخل مدينة بنغازي بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية كمرحلة أولى من الخطط الأمنية العامة التي تحوي أيضا على الخطط باء والتي ستستهدف في المرحلة المقبلة باقي المدن الليبية والطرق الصحراوية والبوابات. الخطة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي وبمشاركة وحدات من الجيش والشرطة بدأت بانتشار أمني موسع، بينما جاري تنفيذ باقي البنود الواردة في الخطة التي اعتمدها وزير الداخلية خلال الفترة الماضية، كما أنه من ضمن بنود الخطة الأمنية إطلاق حملة الأمن الظاهر وغير الظاهر لتأمين مدينة بنغازي بهدف القبض على المطلوبين وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي ومختلف النيابات الجزئية في المدينة، إضافة إلى تكثيف البحث والتحري في كافة القضايا الجنائية المقيدة ضد مجهولة وكشف الجنات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. كما تهدف الخطة الأمنية الجديدة إلى الحد من الظواهر السلبية بالمدينة ومساندة الأجهزة الضبطية في القيام بمهامها المنوطة بها للحفاظ على حالة الأمن الذي تعيشه المدينة، وهو أمر لا بد منه حيث إن البلاد قد أنهكت وأرهقت جراء الفوضى التي عمتها في الفترة الأخيرة، خاصة وأن ليبيا على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية ستعيد لها أمنها واستقرارها وتعيد للمواطن حقه الكريم في العيش بأمن وأمان. وإلى ملف كورونا، أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح لقناتنا أن الوضع الوبائي مستقر في المنطقة الغربية، بينما ينقص فقط بعض المستلزمات الطبية في المنطقة الشرقية، ما يجعل الصورة غير واضحة، إلا أن الوضع الوبائي مستقر نوعا ما في المنطقة باستثناء المناطق الحدودية. الآن الوضع الوبائي حسب التصنيف الداخلي اللي صنفنا به ليبيا إلى مناطق صحية، وضعنا مستقر وأفضل مما كنا عليه في الشهرين الماضيين. الوضع يشهد استقرار واضح جدا في المنطقة الغربية، ثبات الوضع في المنطقة الجنوبية، والمنطقة الشرقية فقط ينقصنا الاختبارات يعني والمشغلات البي سي آر والاختبارات، يعني مقارنة 38 لكل 100,000 مواطن اختبار، أما في المنطقة الغربية 130 اختبار لكل 100,000 مواطن، فيوجد فرق هنا. ما نبوش نقوله أن الوضع خطير أو كارثي، فنعم هناك أيضا استقرار في المنطقة الشرقية ما عدا المناطق الحدودية مع الشقيق المصري. ولفت السائح إلى أن المركز الوطني يسعى لإظهار الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين، ولكن دون مبالغة، إلا أن ليبيا بحسب قوله تعد من أفضل البلاد العربية من حيث نسب الفحص، إلا أن اعتصام بعض فرق الاستجابة السريعة للرصد أثر قليلا على أعداد الاختبارات، موضحا أن هذه المسألة قد حلت الآن بفضل جهود وزارة الصحة. المركز الوطني داير جهده في إظهار الأرقام الحقيقية الدقيقة، فهنا فرق عندما نقول أن يتهمون البعض ومن حقهم التساؤلات، هذه شيء مطروح جدا، وبالعكس النقد البناء هذا يساعدنا نحن أن نحن نطور وندفع بالعجلة للأمام. عندما يكون الأرقام غير دقيقة، نعم الأرقام غير دقيقة، ولكن ليس في مبالغة الأرقام. نحن عدد الاختبارات لو بتقيسها بالنسبة والتناسب لكل البلدان، أقل شيء نحن على العربية، نحن أفضل من مصر، نحن أفضل من تونس، نسبة النسب نتكلم فيك أختي فاتن، وضعنا في الاختبارات، ولكن واجهتنا مشكلة في الشهرين الأخيرات ولا ننكر ذلك، وهي اعتصام بعض فرق الاستجابة السريعة وفرق الرصد. نص قدرتنا المخبرية المعملية فقدت عن طريق هذا الاعتصام، وكل طلباتهم إن هي مستحقاتهم المالية. الآن الحمد لله ممكن نعرج على نقطة هذه، إن السيد وزير الصحة قد يعني وقع على استقطاب مكافآت
لزملاء والجنود في فرق الرصد والتقصي على مكافآتهم، فنعمل أن يرتفع عدد الاختبارات كما كان عليه، وهو إجراء 10,000 اختبار يوميا. وبما يتعلق بالجرعات المضادة لكورونا، قال السايح أن الأسبوع القادم سيشهد وصول جرعات جديدة من لقاح سينوفار، وسيتم إعطاؤها للمواطنين، لافتا إلى أن توريد اللقاحات يحتاج إلى قوة سياسية كبيرة جدا، وليس إلى لجنة طبية لا تملك الخبرة اللازمة بالشأن السياسي. سينوفاك قادم يوم 28، وصح طار في تأخير، وهذه هي الإشكالية الوحيدة الآن اللي تواجهنا، وهو لقاح سينوفاك. بالأمانة لأن كجرعة تانية ما قدرناش نغطوها، ولكن أعتقد يوم 28 ستصل ونبدو نعطوها جرعة تانية. يحتاج قوة سياسية كبيرة جدا جدا. ولدي كلمة مشهورة مع أحد القنوات في شهر 2، وقلتها وأنا محتفظ بها على صفحتي في الفيسبوك لحد اليوم. لما سألوني نفس السؤال هذا وقالوا لي أنتم تأخرتوا في توريد اللقاحات، وقلت بالحرف توريد اللقاحات يحتاج إلى رئيس يحكي معك، يحكي بالنيابة عنك. توريد اللقاحات يحتاج إلى دولة قوية، دولة موحدة، يحتاج إلى رئيس وزراء قوي يتكلم ويوفر اللقاحات، مش لجنة علمية من أفراد أطباء ما عندهمش الخبرة السياسية أنهم يتولوا ملف هيك كبرى زي توريد الطعوم. وفي تصريح خاص لقناتنا أكد السائح أن جميع مستحقات العاملين في جائحة كورونا تم التوقيع عليها من قبل وزير الصحة، مبينا أن ازدواجية عمل بعض الأشخاص في أكثر من جهة كانت وراء التأخير بصرف المستحقات. كل مكافآت العاملين في جائحة كورونا تم التوقيع عليها اليوم من السيد وزير الصحة صباحا، وأنا كنت شاهد عيان على اللي كنت موجود في مكتب السيد الوزير، وضربت كيف يوقع على الصكوك. ما زال فقط كانت هي في حاجة بس في فرق الرصد والتقصي، كانت تنقصهم ورقة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهزتها، وغدا صباحا عندنا موعد ثاني مع السيد الوزير على أن تصرف هذه القيم، يعني العزل، الفلترة، المكاتب الرقابة الصحية الدولية، المجمعات الكبيرة للتطعيمات، من بيش ننسى حد، فكلهم تم توقيع صفوفهم متاعهم. فلما انت وقع لك الصفوف متاعك خلاص على أستر مكافاتك على طول، يعني ما فيش قادم الأيام قلت أختي فاتن قصد بها تقنين المسألة، لأن ديوان المحاسبة ما هي الحجة التي لدى ديوان المحاسبة، وهم عندهم الحق طبعا، إن بعض الأسماء للأسف يوجد بها ازدواجية. من جهته أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمهاجرين غير القانونيين بمراكز الإيواء. تأتي هذه الخطة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين للحد من انتشار الجائحة في البلاد بحسب الصفحة الرسمية للمركز. هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 352,192 حالة منذ بدء الجائحة. وأضاف المركز في نشرته اليومية للوضع الوبائي أنه تم تسجيل أكثر من 1,300 حالة شفاء، إضافة إلى 17 وفاة. وفي القبة أعلنت إدارة الخدمات الصحية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الإدارة في بيان لها إن التحاليل أظهرت سلبية 15 عينة، إضافة إلى الاشتباه في 5 حالات وشفاء مصابين 2. نذهب إلى سرت، حيث أفاد رئيس قسم العزل بمدينة سرت عبد الله الأحول بوصول عدد نزلاء القسم إلى 9 بعد استقبال 3 حالات جديدة. أشار الأحول في تصريحات صحفية إلى أن الحالات بالقسم في وضع حرج، مضيفا أن منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد، وأن إمدادات الأكسجين تصل بكميات تقدر ب50 أسطوانة يوميا من مصراتة. في إطار نشر الوعي وتثقيف المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقيمت حملة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي من داخل كلية التربية في زلطن، بحضور موظفات بعض القطاعات وممرضات الرعاية الصحية ومؤسسات المجتمع المدني.
نشر الوعي داخل المجتمع وتعلم طرق الكشف المجاني داخل المنزل والحث عليه لكل أخواتنا وكيفية القيام به وكيفية نشره داخل المجتمع وكيف يوصل لأكثر عدد ممكن داخل نساء المدينة. أقيم بجامعة طرابلس الأهلية بجنزور احتفال تخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في مجال المختبرات الطبية بحضور مدير وأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية القوى العاملة الطبية وأعضاء اللجنة العلمية المشرفة على المحاضرات النظرية والعملية وثلة من المدعوين. المزيد في هذا التقرير. من أجل رفع كفاءة الأطباء والفنيين في مجال المختبرات والتحاليل الطبية وتحت إشراف وزارة الصحة ومركز تنمية القوى العاملة الطبية بالوزارة، أقيم بجامعة طرابلس الأهلية بجنزور احتفال تخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في مجال المختبرات الطبية بحضور مدير وأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية القوى العاملة الطبية وأعضاء اللجنة العلمية المشرفة على المحاضرات النظرية والعملية وعدد من المدعوين. باعتبار أن مهنة المختبرات الطبية مهنة طبية يعتمد عليها التشخيص الطبي للحالات المرضية لعديد من المرضى، تقرر بتوصيات من وزارة الصحة ومركز تنمية القوى العاملة الطبية بإقامة هذه الدبلومة. هذه الدبلومة استمرت لمدة سنة كاملة، تم فيها تدريب الطلبة النظري والعملي تحت إشراف لجنة علمية مكونة من 3 أساتذة من جامعة طرابلس، أستاذ الدكتور الطاهر ثابت، أستاذ الدكتور عبد العزيز الزرقاني، وأنا المشرف العلمي دكتورة نجاة صادق ماشي. الدبلومة 35 طالب تمكنوا فيها والحمد لله في اجتياز هذه الدبلومة لمدة سنة بشكل نظري وعملي، تم تدريبهم في مستشفيات الجامعي، مستشفى الخضراء، مجمع زاوية الدهماني، في عدة أماكن ومؤسسات طبية. هذا وألقيت في الحفل العديد من الكلمات التي هنأت الأطباء والفنيين على حصولهم على الدبلوم التخصصي في مجال المختبرات، مؤكدين على دور أطباء المختبرات في الاكتشاف المبكر لعدد من الأمراض. كما تم في الحفل عرض ضوئي لبرنامج التدريب الذي تم تقديمه من أجل الحصول على دبلوم التخصص في مجال المختبرات. وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الأطباء والفنيين الذين اجتازوا الدبلوم بنجاح، كما تم تكريم الجهات التي تعاونت مع اللجنة العلمية بتخصيص مختبراتها للمحاضرات العملية. مدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية أفاد لقناتنا بأن عدد الأطباء والفنيين الذين تقدموا للحصول على درجة الدبلوم التخصصي في مجال المختبرات والتحاليل الطبية بلغ 35 طبيبا، وهي أول دفعة تقوم بها وزارة الصحة، حيث كانت مدة الدراسة سنة شملت محاضرات نظرية وعملية تمت في عدد من المستشفيات العامة منها المستشفى الجامعي ومستشفى الخضراء ومستشفى العيون. الرابعة متواصلة وفيها بعد الفاصل. وثائق تكشف شبهات فساد مالي وإداري في عهد بن عياد. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينة وشركات المناولة والتموين، مؤكدا أن أزمة تأخر مرتباتهم بهذه المدة أمر لن يسمح به مجددا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده دبيبة في ديوان مجلس الوزراء مع عدد من العاملين بمطار بنين والشركات العاملة به بحضور وزير المواصلات، وذلك للوقوف على الصعوبات التي يعانيها المطار والعاملون به وبشركات المناولة والتموين. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع المبالغ المخصصة لمنحة الزوجة والأولاد بكافة المصارف التجارية. الوزارة وبحسب صفحتها الرسمية أفادت بأنه بعد جهود متواصلة من قبلها ومشروع منحة الزوجة والأولاد تم إيداع تلك المبالغ عن الأشهر الثلاثة الماضية يوليو وأغسطس وسبتمبر. كلما تنفس الوطن السعداء وقال إن الفرج لنظيره لقريب، وكلما منح الأمل بأن الفساد والفاسدين لن يكون له مكان في وطن نهشه السراق، طلت علينا وجوه تطالها شبهات فساد تكرم بمنحها مناصب سيادية. تقرير يرصد وثيقة موجهة للنائب العام تحمل مجموعة شبهات فساد مالي وإداري واستغلال للمنصب. لنتابع. يقول الصادق النيهوم إن الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها بشجاعة تموت نتيجة تناول الدواء الخطأ، ونقول إن الشعوب التي لا تنتفض على الفساد عليها بقبول من يأكل حقها دون اعتراض أو امتعاض. لا زال الخطأ والفساد في بلادنا يواجه بالجميل والتكريم، ولا زالت السرقة والنهب تقابل بالتزكية، ولا زالت التجاوزات تواجه بالنكران وكأن شيئا لم يكن. قبل مدة ليست بالبعيدة يخرج علينا قرار حكومي ينصب محمد بن عياد في منصب جديد وحساس، ورغم كل الشبهات التي تحوم حول الرجل لا زال مسلسل التنصيب لأشخاص نهشوا لحم الوطن مستمر. وثائق وقعت بين أيدينا وهي واحدة من عدة، أحدها يحمل شكوى مقدمة من الممثل القانوني لشركة لبيانا للهاتف المحمول موجهة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وصورة أخرى إلى النيابة العامة. فحوى الشكوى المقدمة في محمد بن عياد بصفته رئيس الإدارة التنفيذية السابقة لشركة لبيانا للهاتف المحمول، وهنا تتحدث الوثيقة الرسمية عن عرقلة عمل مجلس إدارة الشركة إداريا حتى وصل بعياد إلى إقصاء مجلس إدارة الشركة ورئيسه، لا بل وعزله بالكامل عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف من قبل الإدارة التنفيذية. لم يكتف المدعو بذلك، بل ضرب بعرض الحائط وتعدى صلاحياته الإدارية والمالية، ومنح لنفسه صلاحيات تمكنه من مراسلة مدراء الشركة وكذا الشركات الأجنبية المتعاقد معها، طالبا منهم عدم التعامل مع مجلس الإدارة ورئيسه، مدعيا بأنه الممثل القانوني الوحيد للشركة. ونتاج تلك التجاوزات الحاصلة تقرر في ذلك الوقت إعفاء بن عياد رئيس الإدارة التنفيذية من منصبه، وتم إصدار القرار الذي حمل الرقم 13 لعام 2018، وذلك بتكليف مدير عام آخر. ولم تنتهي الحكاية عند قرار الإعفاء، بل تبين للشركة في وقت ولو كان متأخرا وجود شبهات فساد مالي وإداري، وعلى إثرها كلفت لجنة مراجعة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة من قبله، وكانت النتائج الأولية للجنة ثبوت تجاوزات الصلاحيات الإدارية والمالية وتثبيت شبهة للفساد المالي نورد بعضا منها. رصدت اللجنة تجاوزات في بند المسؤولية الاجتماعية نجملها ولا نفصلها، منها تجاوز بن عياد لسقف المصروفات المحدد من إدارة الشركة لعام 2017، مخالفة النظم المعمول بها في آلية الصرف والشراء، وتوقيعه على أذونات وحوالات مصرفية تتجاوز قيمتها حدود صلاحياته دون الرجوع إلى رئيس مجلس الإدارة سواء بالإذن أو حتى التوقيع. ثبوت مبالغ نقدية كبيرة مصروفة لجهات أهلية مع تكرار صرف مبلغ لجهة معينة. سداد قيم مالية بمبالغ كبيرة جدا تتجاوز سقف صلاحياته الممنوحة لسداد جهات سيادية كالمجلس الرئاسي والجوازات والهيئة العامة للاتصالات.
وتعدى بن عياد تجاوزاته وشبهاته واستمر في مسلسل التجاوزات حيث لا رادع ولا مانع ولا حتى رقيب، من بينها على سبيل الحصر للعد أوامر شراء متتالية لألفي عربة حقائب الحجاج المسافرين يتجاوز الحاجة المطلوبة منها والتي لا تقع ضمن صلاحياته، ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة ثم شحن جزء منها جوا، وهو ما كلف الشركة مبالغ كبيرة، ليتضح فيما بعد أن 1200 عربة لازالت في مخازن الشركة دون معرفة سبب بقائها وما المقصود منه، وهو ما يعد إضرارا بالمال العام وإهدارا له. بن عياد وبعد عديد التجاوزات وشبهات الفساد يكافأ وغيره من الأعضاء المتهمين في قضية وفاة أيمن النجريش لاعب المنتخب الليبي الذي وفته المنية بالملاريا في حادثة أدمت قلوب الليبيين، وعوضا من أن يقدم هؤلاء للعدالة كوفئوا بالترقية، ولأنه باختصار من أمن العقاب أساء الأدب. أعلن وزير الصناعة أحمد أبو هيصة خلال زيارة إلى بلدية غريان عزم الوزارة بدء العمل على إتمام إجراءات اعتماد المنطقة الصناعية بالبلدية، مؤكدا انطلاق حملة لتصحيح الأوضاع القانونية للمحاجر ببلدية غريان ومحيطها. أبو هيصة خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين نبه إلى أن ثروات البلدية لم تستغل بالشكل الأمثل بالرغم من موقع المدينة الذي يتيح لها فرصا استثمارية كبيرة، حيث إنها تربط بين الجبل الغربي والجنوب ومناطق الساحل. طالب موظفو شركة الخدمات العامة بدرنا في بيان لهم الجهات المختصة والمسؤولين بضرورة حل المختنقات التي تواجههم والتي أبرزها تأخر رواتبهم ل36 شهرا، بالإضافة إلى إدراجهم في التأمين الطبي الشامل، معربين عن رفضهم لقرار ضم الاختصاصات للبلدية ما لم يشمل بند المرتبات، مؤكدين أنه في حالة عدم تلبية مطالبهم سيضطرون لإيقاف العمل بالشركة. نقف اليوم ونطالب بالآتي: صرف مرتباتنا المتأخرة والتي تعد 36 شهر، تسوية كل الديون المتراكمة على الشركة للجهات العامة مثل الضمان والتضامن، الرفع من المخصصات المالية للشركة لكي يتسنى لنا تغطية مرتبات العاملين، حيث أن المخصص المالي للشركة لا يغطي قيمة مرتب شهر بالنسبة للموظفين ولا يغطي مصروفات التشغيل، إضافة إلى التأمين الطبي الشامل لكل العاملين وعليه، ونرفض وبشدة قرار ضم الاختصاصات للبلدية ما لم يشمل بند المرتبات من الباب الأول للميزانية الدولة، وفي حال عدم تلبية مطالبنا سنضطر أيضا آسفين إيقاف العمل. أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ خط 11 كيلو فولت شرق تاورغاء ووصول خلايا 11 كيلو فولت لأول محطة سيتم تجهيزها بمنطقة تاورغاء محطة السلام. الشركة وبحسب صفحتها الرسمية أفادت أيضا بإجراء أعمال صيانة خط 11 كيلو فولت تفكيك البئر بمنطقة رأس الطبل من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان. قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن خط الربط الليبي المصري تم إطلاقه بقدرة بين 150 و180 ميجا وات، وأكد شاكر في تصريحات صحفية أن بلاده لديها منظور عام لربط الدول العربية وتبادل نقل الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن خط الربط المصري السعودي تم إنطلاقه بقدرة 3000 ميجا وات، وكذلك خط الربط بين مصر والأردن بقدرة 450 ميجا وات، بهدف تقوية خطوط الربط بقدرات كبيرة يمكن تبادلها مع دول الجوار. خلص اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا إلى ضرورة أن تقدم الأخيرة مخططا واضحا لتعزيز السعات التخزينية وحلحلة الاختناقات الحالية وما يتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ المشاريع الحيوية. الاجتماع جاء بهدف استعراض مخططات الشركة من أعمال صيانة ومشاريع لمستودعات جديدة، وذلك لحل الاختناقات القائمة نتيجة ما تعرضت له مستودعاتها من أضرار في الأعوام الماضية والحاجة الملحة لإيجاد التمويل لتنفيذها. في إطار منع تكدس القمامة في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية، عاد العاملون بالشركة العامة لخدمة النظافة سرت للقيام بأعمالهم المعتادة،
حيث قام العاملون بالشركة بنقل القمامة من شوارع المدينة ومن أمام المنازل والمكبات العشوائية ونقلها إلى المكب الرئيسي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. استقرار ليبيا تنطلق اليوم من طرابلس وسط حضور عربي ودولي. الكويت من طرابلس تشدد على مطلبي خروج المرتزقة وعقد الانتخابات في ديسمبر. بين مؤيد وآخر مرتاب تتأرجح استقرار ليبيا في انتظار وضوح الرؤية. الأمم المتحدة تجدد دعمها للانتخابات عبر لقائها السائح في طرابلس. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyachannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.